هي القيادة العامة للقوات المسلحة في تخطيطها في معركتها لمكافحة الإرهاب كانت دايما بتضع كافة الاعتبارات والتحديات، واللي منها نقطة مهمة جدا إزاي نقدر ننفذ المهام بتاعتنا وفي نفس الوقت إعادة الحياة الطبيعية للقرى المتاخمة للعمليات في نفس التوقيت وفي توقيت متزامن مع العملية. مش بس كده، ده أيضا كان هناك تحدي آخر وهو منع، وناخد بالنا من النقطة دي كويس جدا يا أستاذ عمر، منع قيام العناصر الإرهابية من تعطيل المشروعات التنموية في سيناء، وده كان هدف رئيسي وهدف مهم جدا بتسعى ليه العناصر الإرهابية في أي مشروع تنموي أو خدمي يقدروا يوصلوا. فكان المعادلة هنا إزاي نقدر نحافظ على سير والخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات مع القيام بالمهام المكلفة بها القوات المسلحة. لكن نقدر نقول إن القوات المسلحة بفضل الله عز وجل خلال الفترة الماضية حققت أهدافها كاملة، من استعادة الاستقرار وتوفير الأمن لأهالينا في سيناء وعودة الحياة لطبيعتها، وده شيء كلنا لمسينه وشايفينه، وأيضا تدمير البنى التحتية للإرهاب والملاجئ والمخازن وغيرها، والقضاء على القيادات الرئيسية في العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على العديد من المشتبه بيه.